وبذا بلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي. كذا كان سينشد الجواد إبراز لعنتر لو نطق كذا، وقد جمع المجد من أطرافه في مساء واحد من مساءات نادي السباق والفروسية. إبراز سليل الفحل عامر تألق في ختام المهرجان وحقق بتتويجه بسيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إنجازين تاريخيين. بات أول جواد يتوج بالتاج الثلاثي الدولي بعد أن جمع السيف بتتويجه بداية هذا الموسم بسباق قوس النصر الفرنسي وغودوود البريطاني، وأصبح كذلك أول جواد يتوج بسيف سمو الأمير في ثلاث مناسبات منها اثنتان متواليات. الامتياز يتجاوز إبراز ليشمل فارسه ماكسيم غويون ومدربه جوليان سمارت اللذين نجحا في إدارة سباق تكتيكي بامتياز قاد نسقه الجواد عالي المقام من ذات الفريق حتى المنعرج الأخير الذي عرف تقدم ثنائي أم قرن شامخ ويزيد، ليتسلل إبراز في أفضل توقيت وينتزع سيف المجد للشحانية ولسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. مبروك لقطر ومبروك للشحاني ومبروك لكل من يشجع الخيل الطيبة. أبا أقول إن إبراز أول مرة يفوز بسيف سيدي سمو الأمير ثلاث مرات، وثاني شيء فاز بالتريبل كراون اللي هو من جودوود والآرك والسيف سيدنا، أول حصان يفوز بالتريبل كراون، فهذا إنجاز كبير كبير كبير، يعني أعظم إنجاز بالنسبة لي للشحانية. إذا خسر مربط أم قرن السيف فإنه لم يخسر الجائزة، فقد نال الشرف والمليون دولار فرانش كينغ لمربط أم قرن ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني حين حقق فوزا مريحا بقيادة الخيال العالمي أوليفييه بيلي وتدريب أنري أليكس بانتول. أمسية نادي السباق والفروسية كانت موعدا لعودة البطل فرانش كينغ إلى المنصة، وموعدا أغلى مع التاريخ للجواد إبراز، أمسية من ذهب في يوم من ذهب. لأخبار قناة الكأس مولدي الجامعي نادي السباق والفروسية.